أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أبتعد عن صفات المنافقين؟ بمعرفتها، أن تعرف صفات المنافقين التي ذكرها الله في القرآن فتجتنبها. وقد لخصها ابن القيم رحمه الله في رسالة صفات المنافقين، ابحث عنها إن فيها فائدة عظيمة، وأظنها مأخوذة من مدارج السالكين، من كتاب ابن القيم مدارج السالكين. نعم.